تواصلنا يستمر مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم. نتواصل باللقاء، نتواصل بالتحديات، نتواصل بالإثارة الحاضرة في صباح هذا اليوم. شوطنا مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام السادس عشر يحمل نخبة من الأبكار الحقائق المنطلقة والحاضرة بالإبداع الكبير مباشرة مع قرار خليفة بن عبد الله بن ياعد. الحميري ياتي على الصدارة ويقدم قرار بينما المركز الثاني الواصلة والقادمة في هذه اللحظة هذه الجذابة علي بن عبد الله الفهيدة المري مع الجذابة، بينما المركز الثالث غزلان سعيد بن حمد بن هادي بن عامر الحبابي ياتي ويقدم لنا غزلان مع المركز الثالث غيرت إلى مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الرابع هذه من تتقدم هدة يابر بن سالم بن يابر بن هياي المنصوري يقدم هدة مع المركز هنا أيضا الرابع. المركز الخامس الواصلة ضبا سعيد بن السيل اليبهوني ياتي مع ضبا مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة للخمس الشعارات الحاضرة بالانطلاق الحاضرة بالإبداع. تابع الأسماء الأخرى، بقية الشعارات، بقية الأسماء الباحثة عن ناموس هذا الشوط، الباحثة عن ناموس هذا الشوط. ولكن نعود مع البداية، نعود مع المقدمة، نعود مع بداية هذا المسار ومقدمة هذا الشوط. من تتقدم هدى على البداية والصدارة وتتسيد الموقف بالانطلاق والإبداع الكبير يابر بن سالم بن يابر بن هياي المنصوري ياتي على الصدارة، ياتي على البداية يقدم لنا انطلاقة هدى، بينما غزلان سعيد بن حمد بن هادي الأحبابي ياتي مع غزلان مع المركز الثاني. المركز الثالث الشاهينية قادمة للشيخ حمدابر محمد بن ركاب العامري ياتي ويقدم شعاره في هذا المسار المستمر القادمة بكل قوة. شواهين حمد بن سالم بن ثعلب الدرعي يقدم شعاره. المركز الخامس شوف الواصلة القادمة والمنطلقة من تتقدم الجذابة علي بن عبد الله آلف هيده المري، آلف هيده المري قادم بكل قوة، ولكن بن ثعلوب مع شواهين حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي ياتي على الصدارة. آلف هيده عاد من جديد، علي بن عبد الله آلف هيده المري وبالركاض. هنا أيضا يتقدم الشيخ حمدابر محمد بالركاض ياتي مع الشاهينية، المركز الرابع غزلان سعيد بن حمد بن هادي الحمامي. المركز الخامس شعار بن ياعد يقدم شعاره، ولكن ألف هيدا يقدم لنا انطلاقة مشاهدينا الأعزاء. الجذابة ولا الشاهينية، والجذابة، ولكن الجذابة راعي العمالة، يقدم لنا انطلاقاته، يقدم لنا نوعياته القوية. ولكن الشاهينية عادت، اللحظات الأخيرة، المثيرة. ياهي معركة، المعركة طاحنة، الناموس حائر، وطاير. الشاهينية عادت، الشيخ حمدان بن محمد بالركاض، ولا راعي العمالة، اللحظات الأخيرة. الشاهينية غيرت، بدلت للشيخ حمدان بن محمد بالركاض ثانينا والناموس. المركز الثاني علي بن عبد الله الفيدة، ثالثا شعار بن يعد، رابعا سعيد بن حمد بن هادي الحبابي، وخامسا حمد بن سالم بن ثعلب الدرعي. هذه هي النتيجة. الله العمالة هنا أيضا، وهنا أيضا مشاهد الأعزاء الشاهينية في صراع ثنائي حتى اللحظات الأخيرة بتوقيت الزمن ومقداره 4:38. تهانينا والناموس نبعثها لمالك الشاهينية الشيخ حمدان بن محمد بن ركاض. تهانينا والناموس لكل الفايزين.